السلام عليكم. النهاردة يا شباب تاني حلقة من حلقات سلسلة شرح مونتاج ببجي موبايل. حلقة النهاردة نتعلم ازاي نعدل الألوان بطريقة احترافية في برنامج أدوبي بريمير برو ومصدر فيديوهات بجودة عالية. اسمع الفيديو للنهاية، ولو عجبك متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had. أول حاجة هنعمل الإفكت ده، سيب لكم الرابط تحت الفيديو في الوصف تحت الفيديو. نفك الضغط، نكست كست نكست نكست نستول، نوقف الفيديو لحد ما يتثبت. بعد ما التثبيت خلص هندس تحت خالص، نكست، هنجي نهندس على الكراك، نقول دول كنترول اكس سي بروجرام فايلز بوريس اف اكس، هندس على دي 12 ليب كنترول في كونتينيو. بس كده نفتح برنامج المونتاج اللي احنا ثبتناه ده، تأثير الإضاءة اللي بتكون في السماء أو الإضاءة اللي بتكون في الفلتر في الألوان. نيجي نهندس على الفيديو كولر، نهندس على كرييتيف، نخلي دي 35 ودي 130 آخر واحدة يعني. تمانية وتلاتين سالب وأربعين هنيجي يعني نسحب دي لحد اللون ده، عندي نفس الكلام برضو، وهنيجي عند آخر واحدة سالب واحد. نيجي في الإيديتنج، نكتب في الإفكتات جلاو، نختار أول واحدة نحطها في الفيديو، نختار لون أصفر، خلي دي 295، خلي دي 35، دي 125 كده تمام. هندوس رندر انتو اوت. بس كده نشوف الفيديو بعد التعديل. بس كده خلاص نروح لاخر حاجه في الفيديو اللي هي تصدير الفيديو بجوده عاليه. هندوس فايل اكسبورت ميديا، هندوس على بريسيت هنا، نخليها يوتيوب 1080، دي بتكون اعلى دقه بيتصدر بيها، بتطلع بجوده عاليه. بس كده دي نهايه الفيديو. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.